إذا انتباه حضور الكريم آل جميع المشاركين داخل البوابات وعلى تم الاستعداد لانطلاقة السباق الأول في تجمع اليوم. سباق سي بارتي بور لا بروميير كورس، انطلاق جائزة عساف اللي كتخص مهور ومهرات عربية أصيلة 3 سنوات، سباق من سين سي مسافة 1750 متر. انطلاقة جيدة رقم واحد ريان أطلس رفقة الركيب التهامي زرقان أنكياخ مبادرة في الصف الأول. في لا دوزيام بلاس من الجهة الخارجية رقم أربعة شجاع دو غرين رفقة الركيب أمين لغات. في التخوازيام بلاس كنتابعو رقم ثلاثة سلمى نور غرين من الجهة الخارجية في الصف الرابع. رقم خمسة كبيرة دو أنكاد رفقة الركيب عثمان مارصاوي، بينما رقم جوج بركانيا فال أنك تحتل الصف الخامس في هذا المنعطف الأول في هذا المسابقة. رقم واحد الآن ريان أطلس في الصف الأول رفقة الركيب التهامي زرقان. في الصف الثاني رقم أربعة أمين لغات هو شجاع دو غرين. ثوازيام بلاس رقم ثلاثة أبرز مارشال الفوز في المسابقة رقم ثلاثة سلمان نور غرين رفقة الركيب يوهانا بورغوا. في لاكاتخيام بلاس كنتابعو إذا رقم جوج بركانيا فول، بينما كيتراجع رقم خمسة كبيرة دو أنكاد للمرتبة الخامسة والأخيرة رفقة الركيب عثمان مارصاوي. رقم واحد في انطلاقة جد متميزة ريان أطلس أن كيحاول أنه يرفع الإيقاد على السباق في المقدمة رفقة الركيب تهامي زرقان. وفي الصف الثاني كنتابعو كذا الصراع بين جوج ديال الخيول السيد محمد كريمين رقم أربعة شجاع دو غرين ورقم ثلاثة سلمى نورا غرين. في لاكاتخيام بلاس كنوجدو رقم جوج بركانيا فول رفقة الركيب الخايبة، ولكن كنتابعو التراجع ديال رقم خمسة الآن الصف الخامس والكباعات الآن أصحاب المقدمة رقم واحد ورقم جوج. الآن صراع قوي على الصف الأول بين أربعة ديال الخيول رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة ورقم أربعة. إذا الثنائي اللي فافوري الآن كيتنافسوا بقوة مع الأوتسايدر اللي هو رقم واحد ريان أطلس أنكي باقي مشبت بخويا بلاص، لكن الآن طقت جد قوي لراكيب خالد با والفراس رقم جوج بركانيا فال. في الصف الثالث كتابعوا إذا رقم ثلاثة سلمى نورا غرين رفقة ركيب يوهانا بورغوا. إذا الآن وصلنا لخط النهائي والمستقيم في هذه المسابقة. صراع الصف الأول بين رقم جوج بركانيا فال رقم ثلاثة سلمى نور غرين ورقم واحد ريان أطلس اللي كيمشي للصف الأول هو رقم جوج بركانيا فال. المهرة ديال السيد استراتي عز الدين اللي كتفقد الصف الأول في ظل الصعود القوي ديال يوهان بورغوا ورقم ثلاثة سلمى نور غرين اللي كينطلق الآن بقوة في الصف الأول. إذا رقم ثلاثة انطلقت بقوة في 300 بلاص سلمى نور غرين كتمشي بثبات مع الفوز بهذه المسابقة. إذا الفوز ديال يوهان بورغوا رقم ثلاثة في الصف الأول جوج في الصف الثاني ورقم واحد في الصف الثالث رقم أربعة شجاع دو غرين في الصف الرابع ورقم خمسة إذا كبيرة دو أنكاد في لا سانكيام بلاص. الفوز ديال يوهان بورغوا فوز رقم 22 هذا الموسم بالنسبه ليوهان بورغوا، وفوز اخر للسيد محمد كريمين بدخول رقم ثلاثه سلمى نور غرين في الصف الاول. اذا كانت صراع قوي في الامطار الاخيره بين رقم ثلاثه ورقم جوج، لكن الفوز فهو كيعود للفرس رقم ثلاثه اذا سلمى نور غرين. يوهان بورغوا في الصف الاول رقم جوج بركانيا فال في الدوزيام بلاس رقم واحد ريان أطلس في الصف الثالث. في الصف الرابع رقم اربعه شجاع دو غرين، وفي الصف الخامس رقم خمسه كبيره دو انجا. إذا السباق الأول كيعرف الفوز ديال المرشح للفوز اللي هي رقم ثلاثة سلمى نور غرين رفقة الركيب يوهان بورغوا اللي قدم سباق ممتاز للغاية وكيضيف الفوز رقم 28 ليه. إذا هذا الموسم بداية موسم الانطلاقة كانت جد متميزة إذا لهذا الركيب يوهان بورغوا.